أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قال وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري إن لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة في بغداد وافقت على منع استيراد منتجي الشعرية وملح الطعام. وأضاف الجبوري أن قرار المنع الشامل كافة أنواع ملح الطعام والشعرية والمعكرونة، مشيرا إلى أن القرار سينفذ خلال مدة 60 يوما من تاريخ إصدار القرار، أمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد الرئيسة الكثيرة الاستخدام في المائدة العراقية. هذا وأكد مجلس محافظة بغداد أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين لم يفتح بعد من قبل الحكومة في بغداد. وأضاف المجلس أنه على الرغم من طرح الموضوع منذ مدة ليست بالقصيرة، فإن الملف لم يفتح حتى الآن. وبيّن المجلس أن أغلب الأراضي تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، إضافة إلى الزراعة وأمانة بغداد، وبالإمكان الاستفادة منها وتوزيعها على المواطنين لو حركت الحكومة الملف. قالت هيئة النزاهة أنها رصدت حالة تجاوز على تعليمات الموازنة العامة في محافظة بابل، وبيّنت الهيئة أنه تم التحفظ على مواد تنظيف تقدر بملايين الدنانير في مخازن بلدية المحافظة بعد شراء البلدية لها من حساب الميزانية من الأسواق المحلية وبأنواع رديئة خلافا للتعليمات الواردة بقانون الموازنة العامة. وعلى الرغم من وجود بعضها في مخازن البلدية منذ العام الماضي، وتمثلت المخالفة أيضا في عدم وجود أوليات شراء أو أوراق ثبوتية قبل إدخالها إلى المخازن. قالت هيئة النزاهة في نينوى إنها ضبطت حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية في المحافظة. وأضافت الهيئة أن العقار المتجاوز عليه تبلغ مساحته 6 دونمات و500 متر، وتقدر قيمته الإجمالية ب10 مليارات دينار. وأشارت الهيئة إلى أن المتهمين قطعوا العقار أجزاء وباعوه على شكل قطع إلى المواطنين بسعر 600 إلى 750 ألف دينار للمتر الواحد، وهو ما يشكل جريمة تعدي على أملاك الدولة. أما الآن نتابع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.